الجزائر أفضل مكان للعيش في إفريقيا، اعتقادي الخاص اللي مدعوم بحجج قوية. الحجج القوية هذه مدعومة بأدلة وحقائق علمية. نبدأ بوضعية الاقتصاد الجزائري مقارنة باقتصادية الدول الإفريقية. حجم الاقتصاد الجزائري يضعه في المرتبة الرابعة إفريقيا. لو نأخذ بعين الاعتبار عدد السكان بالنسبة للدول اللي عندها أكبر حجم اقتصاد في إفريقيا، راح نلقاه في حقيقة الأمر أنه جنوب إفريقيا فقط اللي اقتصادها متفوق على الاقتصاد الجزائري. إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه عدد سكان نيجيريا 4 أضعاف سكان الجزائر، تجاوز 200 مليون نسمة، وعدد سكان مصر تقريبا 3 أضعاف سكان الجزائر، وحتى سكان جنوب إفريقيا تقريبا 60 مليون نسمة. المؤشر الثاني واللي هو اعتبره اهم مؤشر اللي هو الHDI. الHDI هذا الهيومن ديفلوبمنت اندكس، هو اللي يعبر عن الوضعية اللي يعيشوها الافراد داخل دولة معينة. يعني تقدر تلقى دولة معينة عندها اقتصاد حجم اقتصاد جيد، لكن في الHDI نقدر نلقاو باللي ترتيبها متخلف. مثال على ذلك جنوب افريقيا. المؤشر هذا يضع الجزائر في المرتبة الاولى افريقيا، وهي الدولة الوحيدة في افريقيا اللي موجودة في الزون، يعني في المنطقة الخضراء، بسكور تعدى 0.75. المؤشر هذا ياخذ بعين الاعتبار دخل اقتصادية الدول، يعني نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، ياخذ بعين الاعتبار الوضعية تاع القطاع الصحي لتلك الدولة، وايضا وضعية التعليم، كل تقريبا ما يتعلق بحياة الافراد داخل دولة معينة، لذلك هو مؤشر جد مهم. مؤشر ثاني اللي هو مهم جدا ايضا اللي هو لايف اكسبكتنسي ات بيرث، يعني الحياة المتوقعة للافراد اثناء الولادة. المؤشر هذا جد مهم لانه ياخذ بعين الاعتبار الوضعيه الصحيه اللي يعيش فيها الفرد بعد الازدياد تاعو حتى تاريخ الوفاه تاعو، التعليم اللي يتلقاه، التغذيه، امنه الغذائي، وكل ما يتعلق بحياه تاعو في بلد معين اللي تاثر على متوسط العمر تاعو. ولو نراقبوا المؤشر هذا راح نلقاو الدول المتقدمه عندها متوسط حياه متوقع جد كبير، مثلا كندا 83، الدول الاسكندنافية ايضا معدلات متوسط معدل الحياة المتوقع ايضا كبير. الجزائر هي افضل دولة بالنسبة لهذا المؤشر ب 77.3 سنة. الكثير راح يتساءل لمدى جنوب افريقيا مثلا متأخرة في هذا المؤشر تقريبا 63-64 سنة، لانه جنوب افريقيا عندها مشاكل كبيرة مع الفيروسات، خاصة فيروس نقص المناعة السيدا اللي خلى جنوب افريقيا عندها اكثر من 12% من سكانها مصابين بهذا الفيروس، يعني تقريبا 8 ملايين مصاب بفيروس نقص المناعة في جنوب إفريقيا. أيضا الجزائر من الدول اللي عندها توزيع دخل معتدل مقارنة بأغلبية الدول في إفريقيا، وهذا أيضا مؤشر جد 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 مهم، لأنه توزيع الدخل الجيد يخلي الأفراد يحصلوا على الغالب بعدد كبير على وضعية اجتماعية أفضل. البنية التحتية في الجزائر ليست فقط في المدن بل تتعدى حتى القرى في الجزائر، وهذا يخليها بعيدة كل البعد عن الدول الإفريقية. الكثير يطيح في واحد المغالطة أنه يلفت صورة حي تاع عاصمة إفريقية ويقارن، هذه مقارنة جد سطحية. أنا هاد المعطيات اللي مديتهم رايح نخلي للناس ترد عليهم، لكن نرد عليهم بمعطيات وليس فقط في صورة من جوجل تاع حي في إفريقيا ونتجاهلوا 99.99% من سكان تلك الدولة. لأغلبية هذه الأحياء في العاصمة على الغالب مباني لشركات أجنبية من أجل تحويل أرباح استثمارات تلك الدول نحو الأخارج، وآخر من يستفيد من تلك الاستثمارات في حقيقة الأمر هي إفريقيا، والدليل الوضعية الاجتماعية والأرقام اللي تظهر حول الحياة وضعية الأفراد في إفريقيا. بطبيعة الحال الجزائر عندها مشاكل اقتصادية كبيرة، عندها مشاكل تاع بنية تحتية أيضا، مازال عندنا مشاكل كبيرة خاصة في الرقمنة، قطاع بنكي غير متطور حتى اليوم، مازال عندنا اقتصاد موازي بحجم كبير، عندنا الكثير من المشاكل الاقتصادية، الضرائب، البيروقراطية، المحسوبية، لكن بكل هذه المؤشرات وبكل هذه المشاكل تبقى الجزائر منطقيا موضوعيا بعيدا عن كل عاطفة أفضل مكان عيش في إفريقيا. يبقى هذا رأيي، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة.